رحت ليا قالت لي يا ماما هاد السروال راه فازك، بدلي لي راني فازكه. قلت لها واخا بنتي انا غادي نبدل لك. حيدت سروالها لاحتو ليا باش نصبنو. ملي لاحتو ليا مشات هي دخلت للدار، دخلت نعسات هكاك عليا. انا ملي نعسات تحلو ليها رجليها، كيبان ليا عليها اثار حمراء، كيبان ليا عليها اثار حمراء. صافي بقيت انا غير كنشوف فيها، وبقيت كنبكي كنقول ليها كيفاش بنتي هكا يا حمراء، لقيتها حمراء بزاف، واحد الحموريه اللي ماشي حمراء، حموريه بزاف فيها. هي هذيك قال جبها، كان خدام هني في سيدي سليمان، جابها قلتها له، قلت له راه البنت راه حمراء، راه ما كتبقات كتحرق ليا، راه حمراء. شنو كان عاودت له المشكل كيفاش كانت فازكه وحيدت سروالها. قال لي راه البنت ما فيها والو. ملي قال لي البنت ما فيها والو هكاك، قلت له لا بنتي ماشي هي هذيك. قالت اني كنبكي كنقول له لا بنتي ماشي هي هذيك. خفت عليها ودخلات بزاف، حيت كتمشي ليا الطواليت ملي كتخرج حاجه كتبقى تبول كتبقى تحرق. هي هذيك داز واحد اليومين، قلت له جات يا واحد النهار عاوتاني لقاني كنبكي. ملي لقاني كنبكي قلت له راه بنتي ماشي هي هذيك، راه عليها اثار حمراء بزاف في الفرج ديالها، راه ماشي هي هذيك. قال لي لا راه البنت ما فيها. قلت له شوف والو، غادي نديها للطبيب نشوف هاد الحموريه كي دايره ديال هاد الحموريه اللي فيها ماشي هي هذيك. ديناها للطبيب، فوتنا ليها على هذيك الحموريه اللي فيها. قال له الطبيب اللي فوتنا ليها، قال له الطبيب راه البنت راه لاعبين فيها، راه شهر وهما كيمارسوا فيها داك الشيء، شهر وهي كتمارس في هذاك الجنس، شي حد كيمارس مع الجنس راه شهر وهي كتمارس هذاك الشيء. هي هذيك درنا ليها سيرتيفيكا، قالوا لي قال لينا الطبيب هاد السيرتيفيكا غادي يديوها، غادي يديوها، شوفوا نتوما شنو غادي ديروا مع هاد الناس. هي هذيك مشيت عند الجدارميه، ديت لهم سيرتيفيكا، درت بهم شكايه، قلت لهم راه البنت ها شنو كاين، عاودوا عاودتيهم المشكل. قلت لهم راه البنت لقيت عليها اثار حمراء. قالوا لي واش كتشكي فشي حد؟ قلت لهم انا شي ناس كيجيو عندنا بنات جيان، كيجيو عندنا وحده سميتها سلمى وحده سميتها مريم، مريم بنت خباله واختها سلمى بنات خباله، كيجيو عندنا للدار كيسولوا، ديما كيسولوا على مالك، كيديوها معاهم للدار كتبقى تلعب معاهم، انا وياها كتلعب معاهم، هما كيمارسوا مع الجنس كيبقاو يدخلوا فيها خيزو. ملي سولتها قالت لي ماما كيدخلوا فيها خيزو، كيديروا ليا الزيت وكيدخلوا فيها خيزو. هي هذيك مشينا عند الجدارميه ودرنا شكايه، طلعوا البنات، واخا هكاك البنات يطلعوهم وطلقوهم، طلقوهم عطاونا حق، قالوا لنا السيرتيفيكات دي وعد الوكيل. مشينا سيدي قاسم، من سيدي قاسم ما بينوا لينا حتى شي حق، مشينا القنيطره بالقصيري ما بينوا لينا حتى شي حق. وهي هذيك رجعنا بحياتنا عند الجدارمي، بقاو كيطلعوا كيهبطوا فينا ما بينوا لينا حتى شي حق. صافي بنتي ضاعت وبقات ضحيه، بقات ضحيه، حياه اغتصاب بقات ضحيه. اجا الدارك قالوا لي سيري من هنايا، بقاو كيديوني كيجيوني صافي، ما قالوا لي حتى شي حاجه. البنات ما عطاونيش الحق ديالي، كيطلعوني كنطلع وكيطلعوا البنات، طلعوا البنات. قالوا ليها واش كواجهوها مع مالك بنتي، قالوا ليها واش مال، واش هي اللي كدير لك؟ قالت لهم اه هي اللي كدير لي الزيت وكدير لي خيزو. هي كتهضر البنت، كتهضر نفسها، كتهضر كتقول لهم راه سالمه. قالوا لي واش كل اللي كيدير لك هادشي؟ كتقول لهم سالمه كدير لي الزيت وكدير لي خيزو، كتدخل فيا خيزو كتدخل لي الزيت. كيقولوا لها واش كنتي كتبكي؟ كتقول لهم اه كنت كنبكي، كتصحرق كنت كنبكي. وهاد الناس هادو ما بيناتهم حتى شي عداوه، ما بيناتهم حتى شي عداوه، انا اصلا ريفيه ما بيناتهم حتى شي عداوه، انا ما كنخرجش من الدار. اي بناتي كنصيفطهم كيخرجوا هنا كيلعبوا كيجيو بحالاتهم، حتى هاد البنت اتصلوا بين هاد الناس داروا لبنتي هادشي. وانت عمرك حسيتي بشي تميز عنصري بانك انت تنتمي لهاد المنطقه هذه، انك انت ريفيه وهما الناس ديال القرى؟ لا 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 لا، ما بيناتهم ما بيني وبينهم حتى شي حاجه، انا ريفيه صافي، ملتزمه بربه بيت، كان مربيه بناتي، وما ما بيني وبينهم حتى شي عداوه، ما كنمشيش عندهم. بناتهم انت توجهي الرساله ديالك؟ الرساله ديالي كنوجهها سيدنا، سيدنا محمد السيسي، بيا لي حق بنتي، حق بنتي اللي ضحت فيه، ضيعوني في بنتي، ولي جندار ما بينوا لي حتى شي حق، واخا كيطلعوني كهبطوني. هذا الشيء وقع لي في شهر 11 ودابا شهر 12، شهر 12 مع دابا تقدر تكون شهر 12، وباش وقع لي هذا الشيء ما بينوا لي حتى شي حق. البنات واخا كيطلعوهم وقالوا لينا لي جندار بلي هذيك البنت راه ما مبيناش في حاله، حاله هي هذيك فيها شي مرض نفساني، فيها ما بيناش هي هذيك.
هالبنتي دابا يا بنتي ملي كنكون جالسه انا وهي كتقول يا ماما هذيك البنت هي اللي دارت لي سالمه بتخابي دارت لي الزيت واش كدير لي خيزو باقا داكشي مأثر عليها لدابا الان متأثر عليها كيدور لها في دماغها ملي كتقول لي داكشي كنبقى مبكي وهي كتبقى تبكي علاش دابا الرساله ديالي كنوجهها سيدنا محمد السادس بن لي حق بنتي اللي تغتصبت اغتصبوا هاد الناس ما بيني وبينهم حتى شي عداوه ما بيني وبينهم حتى شي حاجه وضيعوني فيها دابا بغيت حق بنتي يبان حق ماما شنو قالك شنو دارت لك سالمه بنتي ديال خيزو انت كتمشي عندهم كيديروا لك الزيت خيزو خيزو الزيت